ماتش هيبقى حلو. الاثنين مدربين اثنين مميزين جدا. الزمالك يعني ظهر بشكل جيد جدا مع ميتشو هجوميا، والضغط العالي والضغط المرتد كان مميز جدا، وقدروا يصنعوا عدد فرص كبير جدا. وبيراميدز ظهروا بشكل منظم جدا مع دي صابر، فاعتقد ان شاء الله هيبقى ماتش حلو كلنا نتمتع بيه. نقطه القوه في الزمالك شيكابالا ومصطفى محمد لو بدا، بن شرقي ظهر بشكل جيد اكيد، وجود فرجاني ساسي وانطلاقات عبد الله جمعه والنجاز، قوه طارق حامد في وسط الملعب. يعني الزمالك فريق يعتبر مكتمل. بيراميدز قوته في تراوري وعمر جابر وعبد الله السعيد، الثلاثه دول لعيبه مهمين جدا في بيراميدز، وجون انتوي لو في افضل حالاته وفت. عندهم باكين بيهاجموا بشكل جيد، فماتش هيبقى حلو جدا.